معنا عبر الهاتف بسام الأرحبي، اللجنة التحضيرية للجالية اليمنية في إيطاليا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، أشكركم على حسن الاستضافة وأحييكم وأحيي الشعب اليمني من خلالكم بتحية الثورة السبتمبرية العظيمة، تحية شموخ وعز وكرامة وحرية، وتحية نضال وصمود وثبات على مبادئها وأهدافها المجيدة. نعم، في رأيك ما أهمية هذه الاحتفالات بثورتي سبتمبر وأكتوبر؟ هذه الاحتفالات هي تعبير رسمي من خلال الشعب اليمني أنه رافض للمشروع الحوثي الكهنوتي الرجعي الذي ناضل من أجله آباؤنا في ثورة 26 من سبتمبر وطوى صفحته إلى الأبد. لا يمكن للشعب اليمني في هذا العصر، عصر الثقافة وعصر والقرن 21، أن يعود إلى القطرنة والإمامة والرجعية والكهنوت. ما أبرز ما يميز الاحتفالات بالذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر؟ الاحتفالات ليست كما ليست الاحتفالات حاليا ليست كما قبلها، ليست مجرد إيقاد شعلة أو أغاني وطنية، إنها تحولت إلى أيقونة وطنية حرة في كل قلب وعلى كل لسان، نتيجة طبيعية لمعاينة الإمامة الحوثية على أرض الواقع. مهما تغنت هذه الإمامة بشعارات فهي الآن شكلت عادتنا إلى مربع ما قبل عام 62. الآن الثورة أصبح لها مذاق آخر، استشعر الوطنيون بقيمة هذه الثورة التي وضعت نقطة إضاءة للشعب اليمني. نعم، وأسدلت الستار على عقود مضت من التخلف والرجعية. نعم، الأستاذ بسام الأرحبي من اللجنة التحضيرية للجالية اليمنية في إيطاليا، شكرا جزيلا لك.